وقلما تجد في حكايات الرياضيين قصة أكبر من قصة هذا العداء الرياضي الذي لم يعر اهتماماً لنظرات المجتمع الدونية نتيجة عمله في جمع نفايات القمامة بالمدينة. سامر جابر البطل العدني المحلي من أبناء منطقة زهراء خليل بمديرية دار سعد حي الفقراء بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي صنع من نفسه بطلاً محلياً نال العديد من الجوائز فيما مثل بلاده بعدد من المشاركات الدولية. المدير حقا صندوق النظافة قل له هذه رسالة. المدير يقول لي سمو قل لي توكل على باب الله. أقول توكل على باب الله ومن ده كله أكمل لعب حق المشاركة كانت محلول الخارجية. أقول عند المدير قل لي المدير مبروك وأشنو نفسي أقول إيش شهر شهرين جالس بعدين من ده اسم ده واسم ده من اسم ده كله عندي يقول المدير خلاص ابن ما عليك حل الدوام اقول له ليش يا كابتن يقول لي ما اعطوه اي تفريق عندي ما اعطوه اي حاجه ارجع العمل اداوم طيب متى اداوم متى اتمرن متى اروح متى قبل قمه العشاء القهال طيب اخرج الساعه 4 الفجر نصلي صلاه الفجر واخرج اتمرن نكمل من التمرين الساعه 6 الصباح يعني من عمل لعمل الساعه 6 تكون معك ها برضو عمل الساعه 4 الفجر معك عمل تخرج تمرن فيه وهترجع الساعة 6 معك عمل في صندوق النظافة وتكمل الساعة 12 الظهر تكمل من 12 الظهر تشيل نفسك من 12 الظهر تروح للبيت تدور رقمة العشاء جوالك تخرج تطلب الله على جوالك يمكن حوالي الساعة 7 8 بالليل 9 تجيب لهم اسمع رقمة العشاء حقهم وترجع بعدين من هذا كله ترجع بعدين نوم وبعدين شغل عمل صندوق ذا نوم من ذا كله كم يقول لهم جماعة الخير معنا مشاركات قلوا سحنا على العمل فرغونا على العمل يقول لك عادي ماشي معك اي تفريغ وانت عادي يقول لك اي مشاركه كذا هو ذاك هي ذاك بلادنا تروح تشارك وترجع ولا كانه في شيء. يستعد سامر للمشاركه في بطوله دوليه في الشهر القادم دون ان يحظى بمعسكر تحضيري داخلي شاكيا عددا من المعوقات التي تعترض سيل تطوير هذه اللعبه الفرديه وتسببت في تراجعها على الساحه المحليه والدوليه. وسندرب كل ما يجي يكلمهم يقول لهم جماعه الخير كيف المشاركه الخارجيه حقنا؟ يقولوا والله العظيم ماش فلوس بالوزاره وبالاخير فضح لنا انه اي باسماء اي دوله قلت في الرقم التلفزيون من التلفزيون على مفرق ابناء دمار ابناء صنعاء والعداء اللي كلهم داخل دمار داخل صنعاء كلهم اصحابنا اغلبهم اصحابنا اي مشاركه تحصل لك عندهم يتواصلوا معنا يقولوا ليش ما طلعوكم؟ يقول لهم والله سبنا الوزاره. يطمح سامر أن يسطع نجمه في سماء بلاده وطالما تمنى أن ترفرف الراية الوطنية في ساحات رياضة الركض التي عشقها حد المجازفة، إلا أن التهميش وعدم الاهتمام المحلي بهذه الرياضة يعجلان بإنهاء مسيرته الرياضية التي رأت النور بعد جهد كبير. ألعب اللعبة دي يمكن حوالي وأنا عمري 9 سنوات واسمن حد الان جهدا بعد اللعبه دي ام الالعاب وطبعا حصلت اول معسكر تدريبي لي في دمار وبعد ما تم المعسكر في دمار واسمع رجع اهلي عدن واسمع لعبنا على بطوله الجمهوريه في دمار وحصلنا على المركز الثاني في بطوله دمار في اسم بطوله الجمهوريه. شكلت رياضة الركض لسامر فرصة وحيدة لصعود السلم الاجتماعي والتفوق على أقرانه، إلا أنها لا تحظى بأدنى التفاتة من المسؤولين المحليين لإنقاذ هذا القطاع من الرياضيين الذين يمثلون نموذجا للشباب يجنبهم الاستسلام للانحراف نحو الآفات السيئة، وهذا ما يجب أن تقوم به المؤسسات المعنية.